واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع ملاك يلحقكم هذا الفيديو وبصحه وبعافيه. انا ولا لاباس الحمد لله. اليوم غادي تكون فيديو بزاف شباب، رانا مع التحواس هذو النهارات ونبروفيت، يعني بقى تقريبا هذا الشهر تاع سبتمبر وتبدا الشتاء وتبقى تبدا القعده في الدار داخله على خارجه، دونك انا نسيو نبروفيتيو الماكسيموم. اليوم انا كيما قلت لكم راح ندير لكم فلوق بزاف شباب، راح تحوسوا معايا، راح نروحوا بزاف بلاصه بزاف شابه. ما حش نقول لكم شنو هي، اللي حبيتوا تعرفوا شنو هي ريحوا معايا، ريحوا معايا نهايه الفيديو. واللي مازال ما اشتركش نقول له مرحبا به، يشترك ويفعل الجرس باش يلحقوا غير جديد 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 جديد. وبدون اطاله ما نطولش عليكم، خلينا نبداو في الفيديو تاع نهار اليوم على بركه الله. راني عاودت وليت لكم لي زامي، دونك نقول لكم واش من راني رايحه. اليوم راني رايحه المعلم تاريخي ومعلم سياحي بزاف 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 مهم في امريكا، وبالضبط جاي في نيويورك، وجميع توريست يجي لازم يشوفوا اللي هو تمثال الحريه، لا ستاتيو دو لا ليبرتي، ذا ستاتيو اوف ليبرتي. رحت له العام اللي فات لا بروميير فوا كي جيت نيوجيرسي، رحت له وكنت دايره فيديو فيه وصافي فايت عام ما زدت عاودت وليت له. دونك ديسيديت اليوم نروح له ونديكم تعرفوا عليه، على بالي ما كاينش اللي ما يعرفش تمثال الحريه. وحبيت ندير لكم فيديو هكا باش تشوفوه عن قرب وتشوفوه كيفاش داير وتاخذوا فكره عليه. فوالي زامي، هاوليك هاملك هاملك لي بري تاع لي تيكي. شوفوا عندكم بور لي زادولت 23 دولار ديمي، السينيورز يعني كبار شوفوا من 62 سنه للفوق 18 دولار، ودراري من 4 سنين ل 12 سنه 12 دولار، وتحت 4 سنين باطل. وهنا شوفوا قال لكم اسكس حقو اوديو تور، شغل بسك في البابور دوكا تاع ستاتيو اوف ليبرتي، شغل اللي تبقاو تسمعوا الحكايه نتاعو كيفاش بناوه وكل كيفاش يعني بناوه والحكايه نتاعو الاستوار نتاعو. دونك بالنسبه للناس اللي ما يفهموش هامليك ارابيك، مام العربيه كاين ارابيك انجلش فرنش هندي ايطاليان وكلش، تقدروا ديروا واحد العفسه تاع تسمى يديروا لكم لا تراديكسيون اوديو ترانسليشن باش تفهموا واش راهم يقولوا. المهم جماعه انا ما بغيتش ندخل مع راجلي، يسونا رقد شي كيفاه، باسكو اليوم هاوليك اليوم ناض بكري، ناضلي 9 هما في ديال لاكاس ماتيني حتى ل 11، دونك رقد، دونك ما حبيتش ندخل مع راجلي كلش. هاوليك دخل هنايا شري لي تيكي، هاوليك تيكيت بيرتشيز، ابخي نخرجوا من هي. اي فوالا رانا لحقنا على البابور، ميس نزرب شويه عاد يفوتنا باسكو رانا روطار، ميس نيو جيرسي. هاوليك شباب تحبوا تريحوا لتحت ولا تحبوا تريحوا الفوقه؟ هاوليك هاي ثانكس. اي فوالا هنا فوالا خليه اه هامليك لي تيكي كيفاش يجو دايرين. بون ياسين باطل باسكو من 4 سنين تحت باطل. وهنا واش نديرو هنايا؟ هنا ما كاش واش دير هذه الخطره. بون تقدروا تريحوا هنايا تحت لي زامي، هنا لي شري لو سمهم لي سيفونير الماء، عندكم نشرو لي سيفونير والماء كلش. وين نخليها؟ لاكوسيت نخليها هنايا، اه لاكوسيت نخليها هنايا وندي ساكي بيان سور باش نطلعوا الفوقه، باسكو هنا ما راح تشوفوا والو الصح كاع راه الفوقه. فوالا لي زامي هكا ستيب اول ذا ستيبس، اي ويل شو يو اول ذا ستيبس، نوريكم كاع الخطوات. فوالا شي بيان سور مع لي فوتو هكا باك باش ما نشوفو باش ما نصورش الناس. اي فوالا علاش ريحه ما ماشي مليحه؟ وين هندورو هكا خير، هكا معوجه منا خير هكا هكذا. فوالا هاوليك البابور دوزيام ايطاج خير باش تشوفو كلش. مي البروبليم سيكو مامي راه يضحك شاف الكاميرا، مي البروبليم سيكو ما يطولش بزاف، دقيقه تلحقو روح تلقاو روحكم لحقتو، دونك ما تستمتعوش. Find your
historical significance. Ellis Island was the principal gateway for immigrants arriving in the U.S. between 1892 and 1924. Our current course recalls the voyages of approximately 7 million Americans on their way to Ellis Island and a new life. By the time they reached New York's busy harbor, they had already spent weeks at sea, usually on a small, overcrowded steerage deck of massive steamships. They were often excited, exhausted, and anxious about what lay ahead. As they neared the end of their journey, these immigrants were greeted by a number of overwhelming sights. Many of these same sights are visible to you today. Look at the Manhattan skyline. Imagine the awe these new arrivals must have felt as the city's grand vista emerged above the waves. بله لزن نوزه بان دمارن دمارن فی مبش برای حسن آنی بیا سکره هلیه 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 اکچو و هنه یا دارم یحکو على الاستوار متاعو قاعد نشانه و هاوليك هاوليك مانس بيت بعد دي مينوتا هاوليك مش بيت island's shores every day. You will have the opportunity to learn much more about these immigrants and their experiences during your visit today. The main building of the Ellis Island Immigration Station complex has been restored and is now a museum containing 3 floors of self-guided exhibits. Information is قبل ما نوصلوا ستاتيز ليبرتي كاين هذا الميزي هذا المتحف اسمه ايليس ايلاند بحنا ما حش ندخلوا فيه دونك انتم كي تحكموا الباتو نتاعكم يا اوكي سوري كي تحكموا الباتو نتاعكم باش تروحوا ستاتيز ليبرتي عندكم دوزاري لاري الاول هو تاع هذا تاع الاليس ايلاند قلتكم هذا متحف يجوا ليه ثاني كامل يعني جينيرالمون الناس قبل ما يحطوا في لاستاتي دو ليبرتي يحبسوا هنايا يدخلوا لهذا المتحف ابخي بالمام تيكي زيدوا تعاودوا تطلعوا هذه هي الدخلة جست بون شوفوا هكا هاي ليك منا كي تحطوا من الوسمو تجو هكا قبالة زعما لي ما حندير لكم جيد توريستيك مي مالوغوزمون مازال ما فتحوهاش لداخل باسكو قبل الكورونا كانت مفتوحة كما قبيلة قلت لكم تقدروا تطلعوا لها حتى الفوق حتى التاج تاعها هذاك مي ملي جات الكورونا غلقوها ما تقدروش قاعد تدخلوا لها دونك اللي يجي لهنا جوست يتصور معاها من برا يدير لي فوتو وكاين منا تاني تيك هاوليك هنايا كاين هاوليك ستاتيو اوف ليبرتي ميوزيوم هي هنا المتحف تاع تمثال الحريه وهنا عندكم ان غون بلاسات وين تريحوا وكلش ومن هي كاين تاني تيك وين تفطروا كاين وين تشرو لي سوفينير مي جماعة من هكا راه عطيتنا بالظهر
هكذا راهي عطيتنا بالظهر، لازم نروحوا من الكوتي اللي من هيك باش نشوفوها بيان. على بالكم انا العام اللي فات كي جيت داك شغل بقيت واو واو، مي كنت شغل حاجه كديو ليها بلوزيغ فوا ولا ميم لا دوزيام فوا ولا ما تجيكمش، ما تحسش نفس الشيء كيما الخطره الاولى. هكا باش تاخذوا فكره، ويعني نصح اي واحد يجي لهنا الماريكان ولا اي واحد زعما راه في الماريكان راه في ستيت واحد اخرى، ننصحو باش يجي البلاصة هذه ويشوف هذا المعلم الاثري اللي معروف في الموند اونتي كامل. وسمحوا لي الا راه يخرج صوت الريح باسكو راه غالب، باسكو الحاجه الاولى سيك الحال راه اليوم بارد وكلش، وزيد هنا كاين البحر. شوفوا كاين البحر وكاين شوفوا كاين الشجر بارتو، شوفوا لي زامي كاين الشجر بارتو. برك العاده سيبو صراحه الريح بزاف دونك سمحوا لي الى جاكم الحس بزاف وما قدرتوش تسمعوا. انا هذيك عندكم كراسه من اليوم على بالكم راه واحد الغاشي انكرويابل. فوالا لي زامي بون ما نطولكمش، شوفوا استناوني كي نروح للكوتي اللي منيك باش نصورها لك، نصور لكم الوجه نتاعها. فوالا ها هو الكوتي تاع وجهها، دابا نغسلو مع باش ماشي بان مليح، راهي شميسه لي زامي. فينالمون شوفوا راهم معلي تخافو، راكم تشوفو هنايا راهم معلي تخافو كاع لي كوتي على باش واش راهم يعاودو فيها اكثر. وكاين راكم تشوفو فوقا راهم فاتحينها، حنا كي شفنا الناس هذاك ليطاج ماشي حتى الفوقه كامل، هذاك ليطاج انا شفت راك فوقو ماشي بان مليحه. قال لنا بلي لازم لكم ريزيرفاسيون شغل مع الكورونا وكلش، قلت لكم بلي ما كانوش فاتحينها فوقا، فاتحينها حتى ليطاج اللي شويه فوقا وما زعما فاتحينها حتى التيت تاعها، مي راهم فاتحينها حتى النص وبصح لازم لكم ريزيرفاسيون باش تطلعوا تما. دونك كنا اللي مني فارغ باسكو شغل الظهر تاعها ما تصورش، مي هذا الكوتي شوفوا الانسان معمر الغاشي باسكو من هنا الوجه تاعها وتصور فيها شغل فوالا. هاوليك لاباس تاع الشمس راهي الشميسه ضربان على باليش ماشي تشوفي مليح الكاميرا. وهنا بيان سور عندكم الفروند مال عندكم هادو اللي تشوفوا بهم، هادو العسل اللي تشوفوا بهم شابين. هادو شكونس طائرة نورس اللي تلقاوها تلقاوها من كاين البحر في البور وكلش. فوالا مي لوكان زعما تقدر تروح وخدام وعلى روس فهمتي ودايما كنت تعرفوني على صوت الريح، انا بالي ما كنت نجري في الفيديو. سمي الكوتي هذا راه يتبان مزيان، سمي الكوتي اللي من هيك كانت سميسه. هاوليك لي زامي قلت لكم هذا الكوتي راه معمر بالغاشي، سمي الكوتي اللي من هيك صاروا يصوروا مع وجهها ما صورت مع ظهرها هذه بزاف. مقبلة صورت لكم من هيك كما ما فيها سميسه. هاوليك جماعة تلك الحرية الستاتيو اوف ليبرتي داير حاله. شوفوا لي زعما شحال شابين هادو الطيور، تلقاهم بزاف هنايا قدام الماء ما على باليش اسمهم، مي جوبونس هذوك اللي يجوا نورمالمون اسمهم طائر النورس والله اعلم، هذوك اللي يجوا في يجوا عند البور هكا وين يكون البحر وين يكون البابورات، شابين. ماما عجبك؟
قلها روح شو مش حشب بين هيلين هاوليك هاوليك روح نروح لهذا بصح بالعقل 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 مطلب بالك بالك يطير شو مش حل هايل ايش حشباب you're so cute ايش حشباب اي طار ايما علاش هربت علاش هذاك لزامي ايش حشباب لزامي دوكا سي بون درنا صورت لكم درنا لي فوتو مشينا عينا دوكا حبينا ريحنا هنايا باش ناكلو في هذا الريستورون شوفوا البنات شحال شباب وبيان سير يطلع على البحر وهاوليك يطل فهمتك على البابور هذاك البابور هاوليك اللي جبنا فيه هنايا مش نيو جيرسي دونك كاين هذا الكوتي نيو جيرسي وكاين الكوتي اللي من هيك كاينك نيويورك دونك الناس اللي جاوا من نيويورك بس كاين الناس اللي تاعها نيويورك دونك يجيب من نيويورك ونيو جيرسي وباش نقول لكم برك يعني جماعه اللي تجوا لهنا حسنا راني نمكل ياسين او ميم طون قلت لكم جماعه اللي تجوا لهنا ما تقلقوش كاين كاين لي ريستورون كاين كاين نشرو لي غلاس كاين حاشاكم لي سانيتير وكاين حتى ونشرو واسمهم لي سوفينير تاع تاع لا ساتي دو لا ليبرتي دونك ما تقلقوش روحكم كامل من هذه الجهه وشوف هذو لي طابل شحال عجبوني والكراسي نتاعهم شحال شابين شغل مخدومين بال شغل جايين تاع الحديد هذا شوفوا ديك الطابله شحال شابه وانا يسونا راه ياكل وراجلي راح يكوموندي دونك نكملوا الغدا نتاعنا باسكو انا جعانين ونعاود نكمل لكم الفلوغ والتحويسه هذه هذا الكوتي عندكم لزامي عندكم واسمو ايه عندكم الميزي عندكم ستاتيو اوف ليبرتي ميوزيوم فايتك بزاف شباب فيه بزاف حوايج شابين فوالا لزامي انا دخلت لداخل الداخل باش نخطف لكم شويه فيديو هكا قصير بون نورمال مسموح انكم تصوروا ولا ديروا دي فيديو ندير لكم باك جوله خفيفه لداخل المتحف باش تاخذوا فكره واش فيه لداخل وبيان سور باش تفهموا لازم تعطوا كاع وقتكم هنايا وتقراو كاع واش راه مكتوب انا شبونس كيما كانوا يبنوا فيه فوالا كونستراكتين ليبرتي قلت لكم هنايا راهم فاهمينكم كاع في الكتيبه بالكتيبه دونك لازم تقراو باش تفهموا الحكايه اكزاكت واش راهم كاتبين وكل حاجه على واش تعبر واش المقصود نتاعها لما لغزمو ما عنديش الوقت ولا دخلت وحدي قال لي راجل دخلنا له لا فوا باسي سي با لا فين تدخلي لهم قلت له انا نو نو واي قلت له انا دخلت له لا فوا باسي من المتتابعين تاعي ما دخلوش دونك قلت له ندخل نصور لهم شويه شباب هايل مام كاين مام وين تصوروا مع هذا هنا عندكم بلا ميوزيك كلي عند ان دوكيمونتير
عندكم هذه هنايا، وعندكم بيان سيغ نديرو لي فوطو، وهاوليك لا ستاتشي هاوليك، وتقدروا ثاني تطلعوا الفوقة، كاين عفسات تقدروا تطلعوا الفوقة باش تتصوروا. فوالا لي زامي، يعني ما قدرتش نطول اكثر من هكا، جست كما يقول لك باختصار. قال لي ديجا اصلا 4:30 يغلق، واحد ربع ساعة ويغلق. لي زامي سي بون، خلاص التحويسه نتاعنا في تيم تاع الحرية، ان شاء الله تكون عندكم تحويسه وتكونوا تعرفتوا على هذا المعلم الاثري، وان شاء الله باش نقول لكم جميع واحد راه متمني يجي لهنا ويشوف هذا المعلم ويشوف معالم واحده اخرى، ان شاء الله ربي يكتب له هذا الشيء. وبالنسبه للناس اللي سافرت معايا في ولايه اخرى في امريكا، نقول لكم غير روحوا تشوفوا هذه البلاصه ما حشتموا عليها، ولا عجبكم الفيديو اكيد خلوا له لايك وخلوا له كومنت وبارطاجيو مع اصحابكم واحبابكم. وثاني تيك جماعه الخير، سمحوا لي الا خرج الريح بزاف في الفيديو هذا، الله غالب عليكم على بالكم البحر يعني في بارت 2 المهم طلب راكم بزاف بزاف، وستناني فيديو واحد اخر على قريب ان شاء الله. باي باي لزامي.